السلام عليكم. نرجع مع فارا فانتزي. عندنا الحين محمد صيد، والشخص اللي نبيه نكلمه على أساس محمد الصيد موجود في المنطقة هذه. موجود في الزاوية هذه هني. عند الباب هني هني. أيوة. هذا مورغان. أيوة. هذا هو مورغان. ف The Hunt Begins. وراح يقول لك وينه. وراح يطلع الخريطة عندنا. نشوف بريمير ونشوف العملاق هذا. هذا هو مورغان. يقول لك نابورس ديدلاينز موجود في المبنى الثاني من نابورس ديدلاينز. حنا سليكا وود. زين، منطقة جديدة كليا. فنطلع الآن عشان نروح للمنطقة هذا. لازم ننتقل عن طريق الكريستالة الصفراء ونروح لأقرب مكان حق. عندنا خيارين، يا اما نروح عن سليكا وود او نروح عن طريق ما رحنا للقسم هذا. فنشوف الآن شلون نروح للقسم الموجود فيه الوحش هذا. عشان بس نتأكد، بس احنا فتحنا نص الخريطة هو موجود في القسم اللي فوق. زين، فما علينا. نطلع الخريطة، آسف، نطلع الخريطة هني. الطريق اللي على اساس نروح منطقة ثانية موجود هنا. هذه المنطقة، واحنا برا الخريطة على اساس نروح حق المنطقة اللي فوق اللي فيها الوحش اللي نبيه. قبل عندك هنا يعني يا اما سونا او عندي تشيف على اساس انك هني. طبعا دير بالك من الصناديق، في صندوق هني. راح نستكشف المنطقة هذه مثل ما عودناكم. منطقة جديدة، لازم الاكسير، مفيد جدا الاكسير اللي هو نكمل. دير بالك من الفخاخ، لازم معك بانجل مثل ما قلت انا. اوكي، صندوق كذلك 4000 جل. اوكي، دير بالك من شو اسمه. وبعدين نروح مع الطريق هذا. وناخذ الصندوق سيريوم اللي هي ضد الديزيز. ضربة الديزيز راح نصعد فوق المنطقة. لازم تكون مستعد جدا.
لازم تكون عشان الشكل. انا راح اغير الى اتاك. اوكي استعد لان راح يجون كثير نفس هذول الصغار، فلازم تضربهم اول شيء. بعدين عندهم درع وعندهم الوحش الاعلى، الوحش اللي نبيه. فحاول تقضي على هذول، لا تقدم الوحش وتنساهم. الوحش موجود فوق. هذا هو العملاق، فأنا راح على عجالة راح أسرق منه. فران راح ريز، وأنا عندي آي دروبس. خلي فران كذلك. بالإضافة إلى آي دروبس شو اسمه، بالإضافة إلى آي دروبس فران. تم القضاء عليه. فاطلع بسرعة ما دام خلصنا مهمتنا عشان ترجع للمكان السابق اللي كنا فيه. ايوه هذا المكان اللي كنا فيه. نرجع الان الكريستال الصفراء اللي موجودة امامنا، نرجع لها. ونرجع لدينا فورتس على اساس ناخذ جائزتنا من مورغان. نشوف شنو الجائزة.
راح يجي جوفي اللي هو بالطبع هذا جوفي، راح يقول قصته بعدين، وفيه صيدات معينة يجي عليها. هذه جائزتنا جاينت هيلمنت ومثيرة الواحد و3100 جل، وهذه صيدة الريبلون. خلص.